أصله فاطمي. منذ فجر الصبا أفاض الله تعالى على العقيلة زينب عليها السلام كمالات عظيمة تجسدت في علمها وفهمها وعبادتها وعفتها، فكانت نوراً يهتدي به من يريد أن يسلك درب الهدى، فكانت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، كما وصفها بذلك الإمام زين العابدين عليه السلام. وكلام الإمام زين العابدين عليه السلام يدل بما لا غبار عليه على المنزلة العلمية الرفيعة التي ارتقت إليها عقيلة الهاشميين عليها السلام، فهي عالمة بالعلم اللدني المفاضي من قبل رب العزة تعالى، وليس بالعلم المتعارف الذي يكتسب بالدرس والبحث. فبعد استشهاد أخيها روي أنها خطبت في الكوفة خطبتها الغراء، فتركت أهل الكوفة يموج بعضهم في بعض قد ردوا أيديهم في أفواههم حيارى يبكون، وقد تمثل لهم هول الجناية التي اقترفوها. لقد كان للعقيلة عليها السلام المكان الرفيع والعظمة عند كل المعصومين عليهم السلام، وكانوا يجلونها ويبرزون احتراما خاصا لها، فكانت إذا زارت أخاها الحسين عليه السلام يقوم إجلالا لها ويجلسها مكانه. وقال السيد جعفر آل بحر العلوم الطبطبائي: ويكفي في جلالة قدرها ونبالة شأنها ما ورد في بعض الأخبار من أنها دخلت على الحسين عليه السلام وكان يقرأ القرآن، فوضع القرآن وقام لها إجلالا. قال الشيخ المامقاني في تنقيح المقال في معرض حديثه حول السيدة زينب عليها السلام: زينب وما زينب وما أدراك ما زينب، هي عقيلة بني هاشم، وقد حازت من الصفات الحميدة ما لم يحزها بعد أمها أحد، حتى حق أن يقال هي الصديقة الصغرى، هي في الحجاب والعفاف فريدة، لم يرى شخصها أحد من الرجال في زمن أبيها وأخويها إلى يوم الطف، وهي في الصبر والثبات وقوة الإيمان والتقوى وحيدة، وهي في الفصاحة والبلاغة كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام كما لا يخفى على من أنعم النظر في خطبتها. ولو قلنا بعصمتها لم يكن لأحد أن ينكر إن كان عارفا بأحوالها في الطف وما بعده، كيف ولولا ذلك لما حملها الحسين عليه السلام مقدارا من ثقل الإمامة أيام مرض السجاد عليه السلام، وما أوصى إليها بجملة من وصاياه، ولما أنابها السجاد عليه السلام نيابة خاصة في بيان الأحكام وجملة أخرى من آثار الولاية، إذ إن للسيدة زينب عليها السلام مواقف عديدة في الذب عن إمام زمانها، فنراها تستمر في مواقفها في المنافحة عن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد استشهاد أبيه سيد الشهداء الحسين عليه السلام، تعزيه تارة وتصبره وتحافظ عليه من القتل وتفديه بنفسها تارة أخرى. وقد نقل لنا التاريخ من ضمن مواقفها أنها شاهدت حزن الإمام زين العابدين عليه السلام الشديد على أبيه الحسين عليه السلام، فقالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقال عليه السلام: وكيف لا أجزع وأهلع وأنا أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعراء مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت عليها السلام: لا يجزعنك ما ترى،
فوالله إنه لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة، وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأعوام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد إلا ظهورا وأمره إلا علوا. وقد روي أن جبرائيل عليه السلام لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله عند ولادتها بما يجري عليها من المصائب والمحن، أرخى النبي صلى الله عليه وآله عينيه بالدموع وقال: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. ومن الجلي أن البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام والتلهف والتوجع لما أصابهم يتضمن معنى مواساتهم والوفاء لهم وأداء لبعض حقوقهم التي افترضها الله تعالى في آية المودة وغيرها، فقال عز من قائل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فسلام الله عليك يا عقيلة الهاشميين يوم ولدت ويوم التحقت بالرفيق الأعلى ويوم تبعثين حية فيوفيك الله تبارك وتعالى جزاءك بالكأس الأوفى مع جدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخويك سيدي شباب أهل الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.